بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل فيديوهات الفاينل في تجارب لاب المشين. راح تكون عندنا هاي التجربة يعني تكملت اللاب، نهاية اللاب خلص إن شاء الله، وهي types of DC machine. عندنا خمس أنواع من DC machine راح نتعامل معهم: separately وشانت DC وسيريز والكومباوند بنوعيه الشورت واللونج. تمام، نبلش إن شاء الله مع السيريز حتى إنه هو أسهل واحد نبلش فيه. طبعا زي ما هو موضع لنا بالرسمة، راح تكون عندي V terminal موجب سالب، نوصلها مع ال R وال L series وهم بيجوا مع بعض طبعا نفس الملف، مع ال RA وسالب مع السالب. طيب أنا عندي هان زي ما هو موضح مرسوم أنا حتى يعني ما نستغرب. هاي هدول ملفات توالي، هاي ملفات التحريض اللي هو ال EA، وهي ملفات البرالي. تمام، ملفات التوالي، ملفات ال EA وملفات البرالي. طيب نبلش في الدي سي سيريز. طبعا انا راح زي ما احنا شايفين راح اخذ من موجب والسالب للسورس على ملف الار اي او ملفات السيريز. تمام، وراح اعطي السالب للسالب تاع الاي اي. طيب شو يعني كيف بدي اوصلها من جوا؟ بشكل بسيط جدا، بين اي اي بين ملفات السيريز وملفات التحريض. هيك انا بكون سويت يعني او حققت تجربه السيريز. مصدر فولتي للسيريز بكمل معه على الاي اي وبعدين بطلع منه للسالب. طيب خلينا نوصل التوصيل الثاني اللي هي شنط دي سي ماشين. طيب اذا نتبع الرسمه، انا عندي الاي اي مع الار اي بالتوالي مع ملفات موجب سالب، هان بالتوازي اسف مع ملفات الشنط او ملفات البرل. طيب كيف انا بدي اعمل زي هيك؟ انا حكينا انه هي ملفات التحريض. تمام، هي A و H زي ما اتفقنا. كيف بدي اعملهم توازي؟ بشكل بسيط جدا، ما بين هاي وهاي، والسالب برضو بنفس الطريقة. هيك أنا عملتهم. طيب في يعني في معلومة مش معروفة للبعض يعني عن الفرق ما بين الشنط والسيبريتلي. هم بالنهاية عبارة عن توصيلة البرلل، بس شو الفرق ما بين الشنط والسيبريتلي؟ الفرق إنه بالسيبريتلي أنا بقوم بتوصيل ملفات البرلل مع مصدر دي سي اخر، وهذه لغايات تحقيق استابيليتي اعلى واستقراريه اعلى للنظام فقط لا غير. طيب احنا هيك ان شاء الله بنكون انهينا الشنط والدي سي، الشنط والسيبريت. طيب ننتقل حاليا للونج شنط كومباوند دي سي ماشين. طيب زي ما هو موضع عندنا بالصوره، الفي تيرمينال راح تكون واصله مع ملفات البرلل، والموجب تاعها راح يكون موصل مع الار اي والار سيريز وملفات السيريز اللي هو ملفات التحريض وملفات السيريز. طيب نوصلها بشكل سريع. تمام، اتفقنا انه عندنا هاي سالبة، هاي موجبة، طيب انا هون وصلت السيريز اللي داخلي. تمام، وبدي بس اعمل بريدج ما بين الار سيريز اي من هان والموجب هان وسالب هان والسالب. طب انا هان شو عملت؟ هي عندي الفي ترمينال اللي وصلتها، هي موجب مع الار سيريز، اسف هان موجب هان مع الار سيريز وموجب مع ملفات التوازي. هاي موجب مع ملفات السيريز، وهي الموجب برضو اعطته لملفات التوازي. بعدين بشكل بسيط يعني قمت توصيل التوالي من الداخل اللي هي ملفات التوالي مع ملفات التحريض، ووصلت السوالب مع بعضهم، وهيك انا صارت عندي توصيله اللونج شنط. طيب في حال انا حبيت اغير واعملها شورت شنط، الفرق الوحيد ما بيني انه انا ملفات السيريز، تمام، ملفات السيريز راح تكون موصله على الفي تيرمينال قبل ملفات التوازي. طيب انا هان عندي الرسم اللي قبليها في اللونج شنط كنت موصل اصلا ملفات التوازي قبل ملفات التوالي بشكل بسيط جدا، بفك هاي من هان وبحطها هان، بصير عندي مصدر التغذيه بالبدايه واصله ملفات السيريز، ومن ثم بصير عندي بتوزع ما بين الار اي وملفات التوازي زي ما هو موضح لنا بالداخل. هاي موجب ملفات سيريز، بطلع عندي هان لملفات البرلل، وبكون اصلا عندي توالي هان
وبيلتقوا الاثنين في السالب منها، وان شاء الله يعني تكون الامور طيبه. هي المشكله عندنا بس احيانا بتكون بين اللونج والشورت، انا بنصحكم تعدوها اكثر من مره وان شاء الله اموركم طيبه. الامتحانات باذن الله ما راح تكون الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعده، وراح ننزل لكم فيديو ملخص عن الماده باذن الله حتى يعني ما تتغلبوا فيها.